مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من رأي ورأي الآخر. اليوم نزلنا للشارع الجزائري باش نشوفوا رأيهم في الإعلام الجزائري، تابعونا. شوفي الاعلام سيتي نارما دوبل ترونشون، كيما يريب كيما يطلع، سي صا الاعلام. العالم كاع راهو الاعلام، سي لا غير دانفورماسيون. هم ريبوا البلدان العربيه كاع ريبوهم بالاعلام، سي فري او با. رئيس فلان طاح، رئيس فلان طاح، الاعلام. والاعلام سي 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 ديفيسيل. انا نقول بين قوسين يؤخذ ويترك، كان يوصلوا كان ما يوصلوش. يعني راهي في جده، يعني راهم ملاح، راهم في المستوى. لو كان بلا هذوك الناس، هذوك اللي راهم مرميين على برا ما عندهم لا سكن، ما يقطر عليهم. ونشكر الصحافه اللي يروحوا ليهم ويشوفوا الوضعيه تاعهم، هما اللي راهم باش عطاو لهم السكنه، علشان من فضل الصحافه الجزائريه. نشكرهم بزاف بزاف. على كل حال والله العظيم غير انني نشوف كما يقولوا كاع لي شهنا، الرساله تاعو راه يؤديها كما لازم الحاله. كنا ما نسمعوش حوايج، درك من نهار الحمد لله من نهار جاو القناه هذو يعني جددوا قدامنا، ولينا نسمعوا بزاف حوايج. يعني الحمد لله راه ولاو يلحقوا الرساله تاع المواطن الحقيقيه تاع الصح. هذا هو اللي يعني نشكر كاع القناه الجدد هذو اللي فتحوا. والله نقدر نقول لك يخافوا الصحفيين باش يقدموا، خاصه المطالب تاع الشعب لما تكون حساسه يخافوا يقدموها. راهي توصل رساله الشعب للمواطن. مسؤولين تقول لهم راهم ها واش كاين واش كاين، باسكو بلا نتوما بلا غادي يقعدوا هذاك يمو. راهي تلحق مام لي زالجينيان دوكا، شوفي غير يفتح الاخر ديالو التواصل الاجتماعي يعرف واش راه صاري، ما يروحش يروح للقنوات اللي يساعدوه ويهضروا الواقع سافو دير واش راه صاري. باسكو دوك نعطيك بتيت اكزومبل، دوكا ماشي كيما بكري كانت عندنا اون شان يعني فريمون نهضروا على زمان، مي دوك بار كونتر كاين اشياء اللي صراو نسمعوا بهم، كي نروحوا نسمعوا بهم باللي كاينين. الصحافه الجزائريه شوف كاينه لا بريمير مارك، ماهمش مهتمين بالطفل هذه وحده لونفون. كيف ما دوك صحفي بنادم كيما نقولوا جورناليست يخرج بين الشعب وراه يريسكي، وامام طون كيما نقولوا عنده كيما نقولوا خبره، كيف ما يقدر يوصل الميساج هذا. لا الحمد لله ماشي غير راهي تلحق، راهي فوق ما تلحق ليه الحمد لله بقوه كاع. رانا نشوفوا القناه كاع يتيك يروح يسقسوا المواطن والمواطن يتلحق الاشغالات تاعهم. في الحق كما قلت لك الصحافه الوطنيه بصفه عامه اخذت اشواط كبيره، خاصة بعد التعددية الصحفية، بعد التعددية السياسية بطبيعة الحال. أنا نشوف فيها راهي تأدي ما عليها حسب الإمكانيات المتاحة لها، راهي تأدي ما عليها سواء الصحافة المكتوبة السمعية أو المرئية. أنا نشوف فيها اسمه تقدم كبير نظرا للسنوات الماضية اللي كانت الدعوة منغلقة غير على التلفزيون العمومي ولا على الصحافة العمومية. الصحفي نقدر نقول لك راه يدير في وجهه، اليوم نقدر نقولوا باللي عندنا صحافة احترافية بروفيسيونال، هذه ما نقدروش نقول فيها الشك، حاجة اللي كما يقولوا بيضة بيضة وكحلة كحلة وتبارك الله فيهم. خاصة في الإسعاف في المأكولات الضرورية، إيه لما يزيدوا فيها كل حليب كل خبز نشوفها، يعني نشوفها أنا ونتبعها كذلك. هاي يهضروا لا يهضروا عن الشعب. كاين اللي تأدي الدور تاعها وكاين اللي ما تأديش الدور تاعها، سا ديبون دوكا الصحافة ماشي كامل كيف كيف، بصح ماشي توجور يأدوا الدور تاعهم. أنا نشوف فيها راهي لعبت الدور كبير، وخاصة اسمه كيما نقولوا أثناء الحملات الكبيرة ولا الحوايج الكبار اللي يصراو الجزائر، الحوادث الكبرى، راهي لعبت دور كبير سواء مكتوبة ولا اسمه. إيسي دو بالي هذوك لي زيفي لي زيفينمون نيجاتيف هذونا. انا وليدي باسكو عندي وليدي نحب نعلمو يقرا الجورنال، انا نقرا الجورنال، وليدي يحب يقرا الجورنال، كي يقرا الجورنال واش يلقى؟ واحد ضرب قتل باباه، واحد ضرب باباه مارطو، واحد ضرب باباه سي كوا سا؟ قال لي واحد وليدي قال لي بابا هذا ضرب باباه مارطو، فوايي فوايي لو ميساج كيف يروح للطفل. الور ندمي نداء الاعلام، ايسي دو بالي ديروا ان جورنال ولا ديروا ان في ديفير، اللي يحب يقرا هذاك الشيء يروح يقرا، مي الفو افوار ان كولتور دو بوزيتيف. بوزيتيفي والمجتمع ما نحطموش نفوسنا بنفوسنا، لا ما يقدموهاش كما يجب، هذه خوفا من الرقابه ومتابعه الرقابه. لا
شوفي الاعلام الحاجه الاولى لازم يوصل الحدث في المكان والزمان، صافي دير ماشي كيما بكري كانوا يصرا دي زيفالمون، نضربوا عام باش يحكوا عليها باسكو علاش؟ على كل حال من الحاله الامنيه كانت سي باسا، والاعلام هو مجرد ان كونتاكت، لا كومينيكاسيون سي الاعلام، إذا كان حاب يوصل حنا دي زالجيريان كوم دي جان، كاين قنوات اللي رانا مستعرفين بهم، باسكو قنوات تمد الرساله في المكان والزمان قلت لك، دوزيام دي شوز، الرساله تكون يعني فريمون على المكشوف في برا كان رأي الشارع، ماشي رأي البرلماني، البرلماني مجرد انسان مبروتيجي ما عندوش علاقه في برا، بصح حنا انا كجزائري ولا حنا كجزائريين رانا برا، صافي دير عندنا المجتمع تاعنا كيفاش عايش، هذه حاجه الاولى من الاحتياجات تاعو وما كما يقولوا من الصوالح اللي راه يخص فيهم. انا الحمد لله الاعلان الجزائري تطور كثير من نهار فتحوا يعني القناه الخاصه هذو الجدد هذو. نشكر الصحافه بزاف بزاف، نشكر ونشكر ونشكر. ومن ضمنها الجزائريه، الجزائريه اسم على مسمى. مشاهدينا الكرام، هذا كان موضوعنا لنهار اليوم، انتظرونا في عدد جديد، إلى اللقاء.